النصيحه اللي نقدر نمدلها اللي يحب يركب الخيل مليح، ماشي حاجه مليحه. دونك ننصحو لازم يتعلم لا تكنيك تقنيا العود، ويعرفوا نفسيا مورالمون لازم يعرفوا قبل ما يطلع فوقه، باسكو العود راه ماشي حاجه سهله. انا صارت لي اكسيدون وثاني طيحتها وعره بزاف، رحت في كوما 4 شهور. لا لا طيح لي، الله يسلمك طيح لي. فاس جو راكونت مون اكزومبل مون بروبر اكسبيريونس، التجربه تاعي قبل ما تطلعوا العود اعرفوا العود. انا نعرفوا العود كيما يقولوا البحر ياكل غير العوامين، انا العود تاعي نعرفوا. صح علاه طيحني، ما طيحنيش باسكو كرهني ولا، ما طيحني باسكو حس بالدونجي او جاي، والعود متربي كي يحس بالدونجي يطيح مولاه قبل. واش كان عندك دونجي؟ احكي لنا شويه هذا الحد. واش مهلا الدونجي؟ كنت اون فيتيس معاه، بدا شويه النوا تاع ان تي بو دو بلوي، جوست كيلكو غوت دو بلوي، حس روحه ويزلق او راح كيسكي لا في رماني الفوق، رماني واحد 6 مترات، هو ساتاني تالون صغير وصحيح، رماني 6 مترات زيد 2 مترات برسك 8 متر. كيما رحت رحت في الكوما 4 شهور رماني وحبست تما رماني، باش هو البوت تاعو بور مو بروتيجي، باسكو العود كيحس بالدونجي يرمي مولاه، يرمي باش ما يطيحش عليا، خاطر لو كان يطيح عليا خلاص. واش دار رماني خير؟ أرماني رحت في الكوما. يكثر خيرك يا سيدنا العود، واسمه يا برنس. برنس الله يبارك فيك، يكثر خيرك. دونك بو بلو دو 6 متر كوما دو 4 موا جوسكا اوجوردي جو سوفر دون ابسونس دو ميموار سيليكتيف. دونك ما خلاتش هاد الخطوره ما خلاتكش تحبسي تقولي خلاص ما نزيدش؟ با دي تو، لا بروميير شوز اللي الاول حاجه حوست عليها كي نوضت برنس، هذه اللي خرجت من برنس يا عمري. فوالا سي كوم لا موتو، جو سوي تومبي دو لا موتو، جي دي كود كاسي في الكومبيتيسيون، نطيح ونزيد نعاود نطلع. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On tombe, on aime remonter tout de suite. Voilà. Sinon, de toute façon, c'est sociologique. Il faut le faire. Si je ne fais pas ça, je ne vais jamais remonter mon cheval. Et moi, j'adore mon cheval.